حياكم الله جميعا. إن شاء الله في هذا الدرس سوف نشرح كيفية عمل بهاك ريست. أولا يتم عمل موديل لي فإحنا في الفرونت فيو يتم عمل موديل إلى موديل للباك ريست. أولا حذف هذا الجزء ثم ميرور ثم بعد ذلك تول بكت بعد ذلك الباك ريست هيكون بهذا الجزء نضيفنا كيوب فنلغي ونضيف بلين ار اكس 90 ديجريز اد ميرور موديفاير هنضيف الميرور موديفاير هنا 2 وهنا 3 ده كده الباك ريست. هنختار ولكن 2 فيرتكس من هذول وجي واي مع البروبورشن ايتنج ممكن نخليه سفير نشوف السموث جي في الاكس هنضيف الكليبنج جي في الواي ده كده الباك ريست. هنضيف اولا شيفت دي اولا هذا كده هيبقى سوليديفايد موديفاير وليكن 0.04 ابلاي روتيشن سكيل ثم سموث موديفاير سموث شيد سموث ده هيكون بار ايضا سوليديفايد ولكن في واير فريم كالتالي الواير فريم سيكنس هيزودها وليكن 2 كده أصبح الوير فريم.
في التأثير قبل الوير فريم. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وده كانت عبارة عن طريقة عمل الباك ريست. هذا الملف هيكون موجود في ديسكريبشن أو وصف هذا الفيديو.